يعطيك العافية. الله يعافيك. حيا الله اخوي. اخوك ضايق من صدره. تبي تسمع شوري؟ ما في شوركم بركه انتم. ها اسمع، ها هذا هو يدور مسعود، يسحب كراعينه ولا هو بيشتغل في النخل، واليماني ما ادري وين غدا الحين. ذا اللي مضايقك؟ اللي مضايقني لجنة مترك. طيب لو جاء الشارع بعيد عن حلتنا ايش بتزين؟ راح المترك وسامع منه، ترى لاعب علي، ماخذ مني صك فراج وماخذ مني بعد دراهم. شفتي خوش وش سوى؟ راضية أنت راضية؟ والله لسنعت هذاك إياه، اقطع راسه. يا ابن الحلال اسمع مني، رجال نيته طيبة وانت رجال بتشب كبدك، لا نقل بيته البيت فراج، واللي ما در عن سالفة التثمين بيدري عنها، وأنا الحين يبيلي بيت وأنا بكلمه ينقل صك بيت فراج باسمه، عقب ما تنقل صك بيته باسمه. طيب أنا وش استفدت؟ يا حلال اترك عنك سالفة مترك والتثمين، شوف يمانيك وين غدا. الله لا يرجعه. تقوله وانت فر انت وولدك تدور عليه. شو اسوي؟ ما ادري وين راح، ما ادري وين اختفى، هو طاق هو مطقوق. قم قم خلينا نشوفه.